عرش المجيد جماعة استاد تنظم المهرجان الثانوي 13 لسيدي الغليمي تحت شعار الفروسية هوية ثقافية ومفخرة الشاوية من 26 إلى 29 يوليوز. مهرجان الشاوية لسيدي الغليمي فن وتراث. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. كما كتلاحظوا بأن جماعة استاد اليوم بمناسبة ديال الاحتفال الشعبي المغربي بعيد العرش المجيد قررت أنها تنظم المهرجان السنوي ديال تبوع رضا ديال السيد الغليمي. هذه السنة هذه كيعرف الدورة ديالو 13. التاريخ ديال الانعقاد ديالو غادي يكون إن شاء الله ابتداء من 26 إلى غاية يوم 29. كما تبعتوا أنه درنا الإعلان اللي صيفطناه للمجموعة ديال الجماعات الترابية من أجل دعوة يعني الفرق ديال تبوع رضا أنها تشارك في هذا المهرجان هذا. ثم كما كتلاحظوا على أرض الواقع في الميدان أن تلاحظوا بأنه الترتيبات يعني سارية على قدم وساق. الحمد لله اليوم احنا في اللمسات الأخيرة من بعد تهيئة المحرك كما كتشوفوا بأنه ولا في واحد الحلة اللي هي مناسبة وصالحة يعني لتبوع رضا. ثم كانت أشغال جارية ديال الإنارة العمومية الحمد لله تم ربط يعني المحرك بالإنارة العمومية الكافية بحيث أنه يمكن لهذه الفرصة أنهم يمارسوا الأنشطة ديالهم يعني ديال تبوع رضا حتى يعني أثناء الليل. ثم تم تمكين يعني جميع الخيام ديال الفرق ديال الخيالة يعني بالإنارة العمومية وأيضا يعني بالإنارة الخاصة لكل خيمة. ثم تم ربط هذه الخيام هذو بالماء الصالح للشرب. اليوم يمكن نأكد لك بأنه الحمد لله للموظفين ديال الجامعة ولا كاع الشركاء ديالنا الحمد لله كلهم منخرطين في هذه العملية هذه اللي الأمل ديالنا أنها تدوز في أجواء اللي هي إيجابية وهذا كيتعتبر واحد المتنفس للساكنة اللي غادي نقضوا فيه يعني أمتع الأوقات ديالهم. الحمد لله اليوم كاين استجابة ديال تقريبا 36 صربة فيها تقريبا 31 صربة من الإقليم ديال سطات وما تبقى هما ضيوف اللي غادي يكونوا ويمثلوا واحد المجموعة ديال المدن المغربية اللي غادي يشاركوا معنا في هذا المهرجان ديال هاد السنة هذه. كما كتلاحظوا هذا المهرجان هو مورود ثقافي مورود تاريخي لمدينة سطات. الشاوية معروفة يعني بهذا التراث ديالها ديال الخيالة وديال الفروسية وديال تبوع رضا. فالحمد لله احنا ما بغيناش نقطعوا هاد العادة وهاد الإرث الثقافي والتاريخي ومن خلال هاد التظاهرات اللي كنديروا كنبغيو اننا نلقنوا الجيل الجديد انه حتى هو يحافظ على هاد التراث من الضياع. المسألة الأخرى هو انه الحمد لله كتكون واحد الحركة اقتصادية جد إيجابية لأنه كما كتعرفوا أنه كتكون واحد العدد الزوار للسنة الماضية تقريبا تجاوز 80 ألف زائر يعني في اليوم. فهاد الحركية هذه كتخلي واحد مجموعة ديال يعني القطاعات اللي كتنتعش بحكم هاد الزوار اللي كيجيو لمدينة سطات. فنعطي على سبيل المثال سيارات الأجرة الصغيرة المخابيز الحمامات المقاهي الكل يعني كتكون واحد الحركة والحمد لله كتكون واحد المناصب ديال الشغل هي مؤقتة وبالتالي كيكون واحد المتنفس للساكنة ديال مدينة سطات. إذا كنتمنى أن يعني الأجواء ديال هذا المهرجان تتم في ظروف حسنة ونتمنى على الله يعني السلامة كما كيقولوا. فهذه مناسبة أيضا أن نشكر وسائل الإعلام اللي هم مدعوون من خلال هذا المنبر هذا ديال سكوب ماروك أنهم يديروا التغطية اللازمة لهذا الحدث. ثم ايضا هذه مناسبه انني نستغلها نشكر جميع المتدخلين اللي ساهموا معنا في الاستعدادات الاوليه والترتيبات اللازمه من اجل تهيئه هذا الفضاء اللي هما بطبيعه الحال السلطه الاقليميه في شخص السيد عامل الاقليم ثم السلطات المحليه الوقايه المدنيه الصحه العموميه الامن الوطني القوات المساعده وكل يعني الشركاء اللي يعني ساهموا معنا سواء من قريب او من بعيد في انجاح او ترتيب هذا الفضاء اللي هو اليوم ولا اصبح صالح لتبوع رضا. فكنتمناو انها تكون انطلاقه جيده ونتمناو هنا اربعه ايام تكون اربع ايام يعني ديال الفرجه ديال الاستمتاع ديال يعني استحضار التاريخ ديال العاصمه الشاويه مدينه سطات. بمناسبه عيد العرش المجيد جماعه سطات تنظم المهرجان الثانوي 13 لسيدي الغليمي تحت شعار الفروسية هوية ثقافية ومفخرة الشاوية من 26 إلى 29 يوليوز. مهرجان الشاوية لسيدي الغليمي فن وتراث.